بيوت يبون بيوت كتاب الحزب يعني او بلاش دول او كده يحس ان انا في حزات نعم بشي صعبة نعم تبشير زمن التبشير بس الواحد ممكن يعمل كده على الترابيزة اللي عايزين ثلاثة عايزين دروس خصوصية اديني كتبت اللوحة بحالة محدش يشوفها
بس هي بجد المقطع ده وتلاقيه كله عبارة عن تركيب بس عشان نركب الكلمة بس. الهزات. يبقى عايزين نقول الجي فيود. عايزين من أول. ركز معنا. جي فيس مارو. وباخد الهزات اللي هي في الجيم اسمه رد بالظبط. إيري
زي اود نيم في شيل. ماشي؟ هقولها تاني ركز معايا. يعني احنا خدنا اللي هو اهم المقطع الاولاني كله ده يعني حد ان جي اف يو ان بشيري هو ده اللي هو المبنى عليه كل الاسرار. يبقى ايلي yeah.
معايا بس يا نقول تاني تابع عشان نفكرها عشان نسيبها يعني من الاول حتى المره الفتره مش عارف يعني سبب بس انا يلا تاك Yeah.
Yeah.
الساعة 8 صلاح سنة كان حلو التوقيت اطلع بالطبع يا شباب ما تمشيش بطبع السوس سليمان اللي هخليه يلا خلي بالك
شفت ازاي؟ اقول تاني ايك ايك معايا جفاس مارو
بقى يا جماعه كده يا ابويا كده اول مره كده كلمات تنسية نمبشليل انسو او بابسوتي انن بسيشي بي توفو نمتيم اسمي انسو او بشبرا ناف ام فنوتي معايا تنسية نمبشليل انسو او بابسوتي انن بسيشي بي توفو نمتيم اسمي انسو او بشبرا ناف ام فنوتي Tinestia nembeshlin enso obepsot nenepsishi Bito vonem timezmi enso obeshavrana vemefnoti Yalla Suminam La De la ma gharish Suminam Suminam احنا خدنا يونا خدنا يونا لا ايه استنى وما غيرش يلا بيه هو بيتكلمش على استنى انت بتطلعش على الراضية لما تبتدي تتكلم هو بيتكلم يقول ده قلناها في قلناها في يونان دي؟ قلناها في يونان دي؟ ليه بقى؟ يونان بيها هو سهل السؤال بقول لك نفس النغمة نفس النغمة مع يونان جا في ثلاث ايام في ايام يا اثنين وثلاث واربع فهو اثنين وثلاث اربع ده ايام صوم فنفس النغمة برافو عليك يعني نفس النغمة لكن الاحاد ده سبتوا حاجة معرفين ولحنهم حطوا مفاتفاتك على طبل الروحة يعني الاحاد ده ماشي في دماغك كده طبل ده احاد تهريني تهري ده ايام توزنك احنا نوزنها كده كمعلمين يعني نعرفها يعني احاد طبل الروحة ايام تهريني بدأ ايام لما في يوم الخميس يوم الخميس خميس الفسح ده حاجه تانية خالص ده كان سنوي عشان ده فسح يونان ده سنوي لكن ما يمشيش معانا صوم ما انت بتفطر فيه تمام لكن في ايام الصوم في يوم خميس سبعه انت عندك وجومه انت عندك اثنين وثلاث واربع وخميس وجومه ايام صوم خمس ايام سبت وحد بس ايوه سبت وحد بس اللي هم احد ما فيهمش صوم انقطاعي فاهمني وبالتالي بنبقى وداديس بدري عادي نطلع بدري في صوم انقطاعي احد جاي بكلمه بتاعه احنا بيسموهم ثبوت واحد فاهمني ثبوت واحد دول معروفين ان هم دول النغم على تبر الرحمه معروفه ان دي ما فيهاش صوم انقطاعي بتطلع بدري وبرده في ايه ثلاث ارباع الحاجات بيبقى فيها دف طبعا يعني الصوم مفيش دف لان بيبقى فيه خشوع عشان فيه صوم انقطاعي فبنسالش الدف لغوا الدف علشان يعني الدف فيه صوت ازعاج شويه فبيلغوه في ايام الصوم على اساس ان احنا الصوم فيه هدوء وفيه انقطاع وفيه خشوع ترحم يعني لربنا فلغوا الدف ايام في بريطانيا حساب بريطانيات ايوه مظبوط لحد ما فيش برافو تمام خلوك معايا Tinestia nembeshlin enso obepsot nenepsishi Bitofo nemtimesmi enso obeshavrana vemevnoti Yala, hey! Tinestia nembeshlin enso obepsot nenepsishi انت بتشي ام بي نو مصنع ايفول هيتين بتشويس اف نوت تير ستي زي انت سؤولي ام ويسيس هيجين بي تو او
شو انت بتشي ام بي نو مصنع ايفول هيتين بتشويس اف نوتي معايا؟ تين استي اسي ايتا سولي ام مويسيس هي جن بي طهو شا انت بتشي ام بي نو مصنع ايفول هيتين بتشويس اف نوتي شا انت بتشي ام بي نو مصنع شا انت بتشي ام بي نو مصنع ايبال هتنب شوف زي ايبال هتنب تشويس اف نوتي يلا هي تين استي يسلت اسطولي ام مويسيس جي جنبي طاقو شا انت بتشي فلاكوس مش فلاكوس فلاكوس يعني دوس على اللق دي ايفور خين فلاكوس سيبنا تقول ايفور خين فلاكوس فلاكوس ايه يعني دوس في يعني اللق دي وانا هكتب ليه ما انا بقول لك اهو عشان دبل الكبة ايوه ايفور خين فلاكوس النيمو اي يبقى تنستي سيئتس اولي ان ايلي ياس ايبشوي ايتفي هو هسنو هي من دان ايل ايفول خين فلاكوس النيمو اي اسمع تنستي سيئتس اولي ان ايلي ياس ايبشوي ايتفي هو هسنو هي من دان ايل ايفول خين فلاكوس النيمو اي يلا ها حتى في مادة الدراسة بالكورونا مرتين. ما هو قالها
Yeah.